الجفري بيدعو الناس إلى عبادة غير الله، إلى عبادة القبور، لكن بطريقة حسب فهمه هو فنية. كيف يعني؟ بيقول إنه لو هو مشى زار زول صالح في قبره أو في قبته أو ضريحه وألقى عليه السلام وتوجه إلى الله عند قبر أو عند هذا الصالح عند قبره، قال فأنا أعتقد النفع والضر من الله، وأنا أحسن الظن في الذي زرته، فإن كان على خلاف الذي ظننته فالله سيعطيني. أنا إن زرت صالحا وألقيت السلام عليه وتوجهت إلى الله أنا إن زرت صالحا وألقيت السلام عليه وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى وأنا عنده، فأنا أعتقد النفع والضر من الله وأحسن الظن في الذي زرته، فإن كان على خلاف الذي ظننته فالله سيعطيني. ودي لولوة بتاعت كلام ساكت، وأنا أختصر لك بحديث واحد. ما بيجوز تعبد الله عند قبر رجل صالح وتدعو الله عديل وتستغيث به الله وتعتقد انه قبر الرجل اللي انت بتظن انه صالح ده الدعاء عنده مستجاب، حتى لو دعيت الله مش دعيت صاحب القبر. اصل لو دعيت صاحب القبر ده انت كافر. ربنا قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. كافر لو دعيت غير الله، كفر اكبر، طلعت برا الاسلام. لكن لو اعتقدت انه قبر الزول اللي انت بتشوفه صالح ده الدعاء عند هذا القبر مستجاب والعبادة عند هذا القبر مفضلة، دي بدعة ووسيلة إلى الشرك بالله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. والحديث جاء في المختارة عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع أنه رأى رجلا كان يجيء عند فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل من تلك الفرجة فيدعو الله. الزول ده بيدعو الله لكن كأنه كان معتقد أفضلية الدعاء عند هذا القبر، وده قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مش قبر البدوي ولا البرعي ولا المكاشفي ولا القبور اللي بيمشيها الجفري ولا غيره، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلي بن الحسين شافه بيدخل هناك وبيدعو، قال فدعاه فنهاه. والجفري بيتعلق بآل البيت وبالحسين وبأبنائه وبفاطمة رضي الله عن الجميع، لأنه أصلا هو يعني عنده جانب كبير جدا من التشيع الجفري. هذا حديث عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو نهى الرجل ده فنهاه وقال له ألا أخبرك بحديث سمعته من أبي أبو دمنو علي بن أبي طالب عن جدي دمنو الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا. ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا يعني مكان للعود وكثرة الزيارة، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ده قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاه إنه يعتقد أفضلية الدعاء هناك. الجفري يقول أنا أمشي قبور الصالحين وأريتهم لو صالحين، هم صوفية ساكت صالحين بتاع شنو؟ ناس بينشروا الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى والبدع والضلالات. ولكن الجفري ده لقى له وسائل إعلام، ناس جهل زيه فتحوا له وسائل الإعلام وده محاضرات، وده كان السبب في نشر هذا الرجل المبطل المبتدع الضال داعية الشرك والكفر المدعو علي الجفري. لكن احنا لو لمينا فيه هذا الصوفي لنتفناه صوفة صوفة ان شاء الله تعالى. فده باطل بنص هذا الحديث. وصية القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.